بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي بقول صدنات صدني الشنات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جري أذكارتي يدعوين كلا أخرين لها صلاة مرك لقبها كدب، وحين ودن بيمرك حديث كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الشيخ بالله شواهد حديث صور مرتقيبة كمدة، وحون يلي وحدثنا الحسن بن عيسى الحنظلي، أخبرنا ابن مبارك عبد الله بن كوذا أبو عبد الرحمن، أخبرنا مالك ابن مغول أبو عبد الله الكوفي قال سمعت الحكم ابن عتيبة الكندبان مغلي يحدث، وسوى كتبني حديثك عن عبد الرحمن بن أبي الليل الأنصاري عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كعب بن عجرة حديث سوح نقصه من ري كتاب الوضوء باب المسح على الخفين بين نقصه من ري خاصة، والله في رنكرة إن شاء الله. قال رسول كحور عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحور معقبات ورئيس دبرعه ورها صلى الله يخيب سنهوغين قائلهن ننكي إلى هذا إله كحوسة أو أما سأو سنهوغين فاعلهن كسمية معقبات معقب كأسل كسو حال إذا قيل مركو درك هرمان أيه إزدبتشوغ وهل مركي يعبطوي بحضتك لا يسوق ليسو يا معقب كلا إذا هذا له معقبات من بين يدين القرآن كسورة الرعد باتكو قرن يسان وملائك إزدبتشوغ إسبدل إيسو إستبتشوكتا أذكارتنا مركات مدام ما إيسو تقلات باللاب إيسا مركا إيني هرمان إيا وإستبتشوكان بي مركا أموقان إيسا ساسا معقبات لو يدي كلمات معقبات أي يقع بعضها عقب بعض أما وحال الشيغي يبركيت بال الشيغي يبركي لقذايشي كلمات معقبات يعقب بعضهن بعضا عقب كنوا شيغي لقذايش سرعي دبرعه لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تصبيحة خبر كرديسة معقبات ومبتدئ انت ضمر ووصف يتلمانت وواصفه خبر كوا 33 تصبيح النقونية معقبات كلمة كلمين استبرع ولا يخيب أوسن أيان درسنين أم أوسن هوغين أما خير أن لقق ذنين قائلهن كيد أو فاعلهن أما كسمية دبر كل صلاة صلاة والبقداش يضو فرض مكتوبة لفرض يلي 33 تسبيحة صدني صدح سبحان الله وي ظهر تو يدعوين يا أذكار ننكي لي ما دا إله وسخير كقذنين صدني صدح جر سبحان الله يده الله وضع عيبو دنكو فندي و33 تحميدة صدني صدح قور أو الحمد لله يا و34 تكبيرة صدني أفر شير والله أكبر. حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله الزبيري وأن ثقة إمام إلا في حديث عن الثور ففيه النظر وطومرتين كتب السنن أبو أحمد الزبيري وأن إمام الجبل وثقاء لكن حديث كوريو سفيان الثوري فربا كجدا. حدثنا حمزة الزيات حمزة بن حبيب أيا الله يداد أصنوا أن ثقاء إنك صحف ذويس وحكتشرو عن الحكم بن عتيبة الفقيه الكندي هذا مرك حمزة زيات أيا وح متابعين يا مالك بن مغول أبو عبد الله الكوفي أبو عبد الله مالك بن مغول واثقة جبل حجة مطلقة وأن ثقاء حافظة حجة مطلقة أوي ثقة ثبت ولبا بعض أهل النواب حجة جدادان حمزة الزياد سقى كحوك بدن صادر تيضب أقوب الله مسلم رواية مالك ابن مغول أقوب الله حمزة دوانين ثقوة قرن إيسان عن عبد الرحمن بن الليل الأنصاري عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور صبان معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة صدني صدح شير وسبحان الله اللي جدادوي ويرها ننكي لي مادي إله كحوزة وسن خير كقذين أما وسن هوغين و33 تحميدة صدني صدح جرو إلهي لما هذه يوي
وأربع وثلاثون تكبيرة صدني أفر جير وإلهي لوين يوي في دبر كل صلاة صلاة كستكدب صلاة هاللوش جدنا وصلاة فرض كا هذا ثمرت مكتوبة بثمرت رواية خارج المسلم وحاكوت مد إنه أرنجر حكم من عتيبة الفقيه إنك تابعك قالني حديثك إنه أرنجري فما تركتهن بعد مالك أن كم قال عبد الرحمن بالليلة عن كعب بن عجرة عن رسول الله فضلك أي دعوين كان ليه هنا يحس كان ليه هاي ولقي كما تجنبه ولقي كما تجنب فما تركتهن بعد أنت كوري عبد الرحمن بالليلة ولقي كما تجنب طاوحي كتوسة يسمرك حديثك إنه مرفوع يا هاي صحابتي تابعين تيو أتباع التابعين علوم الوحي لهم ولي كما تقرأ كل دقان وشيء لو تيري صوبانها عليه الصلاة والسلام أما ألا لو تيري وذات كلا وركي سيدا أقمر دقان خاصة سلف طيب مركوا قرينة كتوسيسة الحديث عند الحكم ابن عتيبة الفقيه الكندي إنه يهي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الرواية أو وقف سو حديثك وقف سا او چو چو سو نبي ان غارسين سدا روايات لغا وريو شعبه يا كو لغا وريو منصور روايات كاس وحوا يوم حك جرى اختصار اما وهم با كجرى حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون السمين البغدادي قال حدثنا اصباط ابن محمد القرشي اصباط بن محمد القرشي واثقه ثقوي الا انه ضعيف في حديث الثوري وأن ثقاء لكن حديث ثوري كور يضعف كجرة وهذا ليس منها رواية عن ثوري ما حدثنا عمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ إذن صد حافظ باستبردقي ننك اللي دادو مسلم الحجاج رحمة الله تعالى عليه في الرواية عن الحكم ابن عتيبة الكندي ننك كوباد مالك بن مغرب البؤها وننفقوا حجاء مطلقا وحاكو حجاء حمزة الزيات حمزة بن حبيب الزيات وحاكو حجاء عمرو بن قيس الملائي الحافظ صدح وستبرك حساوي إلي وحقوق يا مسلم حديث كان إلا يسكو خلافي نبقى إلا قارسي إيو إن سحابي قلقوا أكايو نبقى إلا قارسي عليه الصلاة والسلام إن سحابي كعب بن عجر قلقوا أكايو صدح ذا وذات ومالك بن مغول يا حمزة يا عمرو بن قيس الملائي صدح ذو بحديثك وحي جارسيين صوبناها عليه الصلاة والسلام عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى الأنساري عن كعب بن عجر عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وحديث مركاسي مرفوعة طيب رفع قاس مركا نينك الله يسكم من رافي حديثك من النبي قال لك جارسين مثل الصحابة كعب الوجه شين يا الله يسكم من رافي والحكم ابن عتيبة الفقيه وانا وجه الدين صدح وذات ميل من مسلم مريي وذات دهاسي رقبة ضنبا تاقرسان اللح كله وصيدة كله وري كل قد ماها وحبين نوك الشيء إن مركة وحاكم إذا أعمش سليمان بن مهران الأعمش الإمام الحافظ بلا نزاع قرن زاد وغني عن التعريفة أصون وحول عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجر عن رسول الله امس النبى الرفعي افر وحا قدرتان وذات كل اورنجري زيد بن ابي انيسه ان كم مر في الادب المفرد انه البخاري يري رفعه زيد بن ابي انيسه وعمرو بن قيس الملائي روايه المسلم اشاريه نقول حديث كورنا سوى موقف وري من روايه منصور كوري مركز الحديث كوحار رفعي زيد بن ابي انيسه ايو عمرو بن قيس الملائي امسا مرينا شن وحاكو درتانين كالو ثقو اللي يدادو ابراهيم بن عثمان ابو شيبة امسوي لح رقو حانو قد بيان مركا ايقو لقرونها لكن هدايو كتاقيران كو انفعا هي لح داني وحاوي ورق ثقادة بركونا وحفاظ ايمة اثبات وهدي مالك إيو حمزة زياد إيو عمرو قيس الملائي إيو أعمش يزيد بن أبي أنيس كل حفاظه إبراهيم بن عثمان نصيده كلي ليث بن أبي سليم سفيان بن حسين
محمد بن أبي ليلى وعبد الرحمن كان أضيقا حديث كورنا يويلو دلي محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنساري صدح صدح لورم حد يقدرتان سقال كإمام أما حافظ أما الراوبة كحديث كتبية وكالرفعية عن الحكم عن الحكم عن الحكم كلهم عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى الأنساري عن كعب ابن عجرة الأنساري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب مسلم مركب صادرت الرواية المنصور يأتي شعبة موقفة وكتغي لأن سيد الراجحة و ووهم أما غير محفوظ طيب وحايسو هاري مركتا انت هدد فانتي وحايسو هاري منصور المعتمر السلمي هي شعبة من الحجاج أي حديث كوري عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى الأنساري عن كعب بن عجرة قال كعب معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة إلى آخر الحديث لبدا وداد وشعبي يا منصورة أيا خلاف رقي سقال كأها رقي السقال كأها ولبدا وداد محي سميين حديثك وحي كتوشي وداد الله هين كعب بن عجرة سقال كأنا وحي سميين نبقى يكشبين دار قدني مرك كتاب سأتتبع والإلزامات حديث كان مسلم يكون نقدي حول حديث كان مسلم والرفعية وخطأ إلى الرفعية والصواب الوقف صواب كنا وإن لقوا تشيو كعب من عجل لقوا استاجي أو نبي قال لقار سينين الكاس والله مري محاجر بدار قدني وحولي وحاجرة نمانك وقفية النبي قال قار سينين كعب كتشيو أو شعبية منصورة ويكحق بدنيهن لمنك الرفعيي وورا مسلم هين او خطا هل نن او عمش كحق بدنكم مجر كل قد لا شعبه ولا منصور هذا اصل الان اسك ان دهن واضحه انت هي واسميه اعمش نوعه امام ثبت حجه بالاجماع منصور نصيده كله شعبنا نصيده كله وحاسو الراعة مالك بن مغول وحار راعة عمرو القيس الملائي مكان جامع ترمذ مريني ترمذ حديث كعلي سووشة وحول حديث كان شعبة وقفيي وحار رفعي بولا عمرو القيس الملائي وهو ثقة حافظ حكم كترمذ وطمرتين دار قلنا هوش ولا قاقوه الرئي وقفي الرفعي قوال له حديث كنو مرفعيان للرجحي ورتاء تاو قرب انا وايدين سو شيغي لبدا مستر البخاري ومسلم نين كتابته انو سيغنا بدغلين هاي لي مهما بلغ درجته هدي دار قن اوغان لها دقن هوشو سمي فندا كدن ليس موسن يلين ملحدين يا زنادق اني كفا ايدي سنيا احاديث احيان كو جرو لقد قودو هدو اوغان لها ابن عمار الشهيد ايو دار قدني إيو رق بدن وحشك شيغي ما يسن يالين عايشة وعيتري لو استقبلت من أمر ما استدبرتو نبي محمد مرقين أحد أن كأهين هوين كيسة صبر وحول هادان أنا لو استقبلت ما استدبرتو ما أنا قران ما أنا صوحديني تمتع بان صوحر الله أنا عمري سلا كد من حجبا بالله بلا عصب عائشة وحيت النبي هدوء قال لها وحيا ابو الدمر هو قال لك السمايه يا عبد الرضا يا انش حمضها مساجد وكم ممنوع لها مركو لها لا تمنع اماء الله مساجد الله قبل قمنا اهل خير ويس الى ان هي او انش يدشبيلي كود دالها هي او حجابا او عقد توسد كسوعون هي النبي وقاي برايدا لا سوفر دمك النبي حجابته كذب دون النبي قال لها وكم ممنوع لها لأن عائشة فقيها مقاصدية فقيها مقاصدية وحياة من سنتها النهي والأمر يعتمد على المصالح والمفاسد مركة لباتتا كررت النبي وهدو أقيها وبدليلها المهم دار قدني رقل لم يتكا مركة مركة من الهو القاطبتان إنا كوكا لحتقال لقيا باه
أنا أقوسين هيا ملحدين تي زنادقة صحيح كويرري عدن صومالي عرض يحاس لوقبه ها يبي الله تنطما وركم تقنا أنا أتفانتين برم علينا مرحبا شيخي وذاتك صاحبنا هاي قدرين هاي قدرين من وذاتك هذا الحل كلي يقدك هذا وحنا يسنا صحيان كنن كتابته ورقه وراء وذا ده أنت بارك هذا قونت ذوبك مكل سوني إن بدنا وايدين شيخ مرك هاي قدرين باشنيله مرك دار قدني ورك وشيخي وضعيف محو ضعيف وياي وحو ضعيف وياي لبوا ذات بالرفع يا حديثك وقفي هذا أصل إنه محان الرفعي أفر وذات حفاظ شو وذات حفاظة سقالك الضمبئيك هذا وانمان إسكال لو سه أنت الضمبئيك هذه أعمش مالك عمن قيس حمزة الزياد زيد بن أبي أنيسة يا إبراهيم بن عثمان أبو شيبة لحداس لحداس صدحك على كوكب وبالإجماع حديث كذا لا يمتابعة الحجيجته حديث كي شاهد أوكيانان أما متابعة الحجيج سقال وذات بعض من البرد مركزي يقول حق بدني باش مثل مقولين هيا هذانا دار قلنا يكود ديني لا بد وذات بعض الأسكو خلافي اختلف على شعبة وعلى منصور شعبة أرددي يسيب اسمان رافي أرضه وحيكرد يعني حديث من حديث شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله وذا دنا وحيكرد يعني عن عجرة كدا ينو شعبة مرني أرضه يسيب اسمان رافي وعن لنا أرضه شعبة كرف عيسي حديثك أيا صحن مع أم غراتك عي سقال وداد قاب كان دار قدني أقول جواب إنه وين أدفع نفانتان ما إنا وذاك سكور الرجل إذن ترى رجع كرف عي حديثك وحديثك وحكرف عي شعبة شعيب بن حرب إن إلا في رواية من حبان إن كستو الطبراني وأسو التلمامة إنه وكوق فيه شعيب بن حرب وأن ثقة جبلة مالك بن سليمان أسنو وأن ثقة جبلة سليمان بن حرب الأزدي وأن ثقة جبلة وحائسه هري يحيى بن ابي بكير وانين صدوقه عفاء بن مسلم الصفار البصري وحجه بالاجماع يزيد بن هارون الواسطي عبدان ام سوي تضب حافظ بحديثك شعبك قاتي تضب انت يري نو تلمامي اما مقبل تلمامي اما واد يشع وذاتك الربيع المدخل وحباب ما هو تحليل واحد قذب إن مسلم سدال لو دفع هو خلط أما مركو روب بابك الله ما تابته سدال ذوبا شامو قبل عردار بولي ياسوق ومركو كرسالة ديارنا يي شيادين تريال سعود باب حريبة زوغو تشيب بيسان أيو نقاش رسالة ماجستيرك زوغو تشيب بيسان وليه نظام كرئيس سعودي ريال صلبات كسور جيدا يمن بالغة توري مال بيسكحر حاده مركز بيسكسم ويست مركز جهدي بلان ما بيحن كريم حايا لي وابنن حران قربو الدراسة سمايا اما وذاتك سوي دنباجيين فاني قرام بيقان محادث وين بان لما وذا سيدونا نقوتي سقال محادثة ايسا تضبع حافظ شعيب بن حرب سليمان بن حرب مالك بن سليمان يزيد بن هارون الواسطي عفان مسلم الصفار البصري إمزان مريا وحدي قدر تانين كل أورن جري يحيى نبي بكير يا عبدان تضبطها حافظ عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجوة عن رسول الله ما يفهم تنا وش أيضا يا شعبة كوق فيه ولا سكون ما نضافين لبوا شيء هلبوا شيء لبوا ذاتون لبوا ذات وأبو داود الطيالسي في مسنده يا وكيع وكيع من الجراح وذا دا وحي كدرين علي من الجعدي في الجعديات صدح بكردي صدح وذا الواحد كور قيسا ميقا تضب وذات او حفاظة اذا المحفوظ
عن شعبة وامحي هو الرفع لأن الرجو حتى صدح بعدان أنا صدح هذا تضرب النين وعشنا هذا يسكت حق بالني بالله بنن أما صدح نين ما عشان كرتوس نك الله يده هذا سلام حرب إيوه يزن هؤلاء واسط إيوه عفان مسلم الصفار وكفرين صدح لك لبا كفرين هذا نفرك لو وجود دره أما أن الأجر يا شعيب بن حرب أنا أسكت إن ما دام الأسكو خلافي عند ابن حبان وعند الطبراني وحكوس هذا اللح لح مقابل ستة صادرت ترمي النقد يسينو الدقيقة قرنيسا نقد يسينو دقيقة هاي بعد قرنتو أنت مركز كتاب جيس آخر وحيسو هاري رواية شعيب ميل بن سارم حيسو هاري رواية منصور منصور ابن معتمر السلمي حديد كأسنوى لسكو خلافة رفعا ووقفا وحكى وقفي اللبودات ليس من الطبقة الأولى من أصحاب منصور ولا من الثانية ثالثة نقن قرار وننك اللي يده جبن عبد الحميد الضبي وننثق إمامه يوداتك اللي يده هذو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال ما يسفى نورك أصدقاء نمان كان والله بثقه أمورا ما لكن منصور أصحابي أرضوا لي أصحاب منصور إذا اختلفوا دبوا فيري طبقة أولى ماءها الرجل يسكرون طبقة ثانية يا الله كن قنايا أنا ما صدح بيقود بها يا أبو الأحوصيه جريم عبد الحميد الضبي يا خلافي وها خلافي سفيان الثوري لحظه دول شنطه دول اسكت روك حق بدن ياي سفيان الثوري اي حديث كان رفعي عن منصور عن الحكم عن 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 ابن ابي ليلى عن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منصور حديث كسو رئيس مرفوعته هي كتاب كسي كجرتا قل يا قبيسه وري قبيسه ثوركم في عيني اسكب الدابه جزء لو طابع سفيان الثوري حديث سفيان الثوري يقى مطبوع اي بكب الله بطابع يحدث كل حيا الله عبد الرزاق بن همام السنعاني يا قبيس بن عقبة أيا كور يا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا شك أن رواية سفيان أقوى وأرجح من رواية أبي الأحوص وابني وعبد الأوجرين عبد الحميد الضبي هنا نسفانا إلى تاي سفيان كل جيبك حق بدن صادرت ترمذي نقدي يسأل سعد هذا ويوحي وقف أوقفه شعبته ورفعه منصور المعتمر محرم الترمذي إنه كله سفيان الثوري ما دام منصور كور هي رواية ديسا صوابا إذن الحديث من حديث سفيان منصور ومرفوع بقبا رواية الشعبان وحقبا إنه يتهي موقوفه أمد أنت هذا أقرار دنا إسود توحد كسي ديسا شعبة كسي دا شعبنا وحالنا ووإس خلاف وأردب أسكو خلاف تي تضبنا مال بكل فتن صدحنا مال بكل فتن الراجح من حيث النقد الحديث وحوي المحفوظ من شعبة والرفع والمحفوظ من منصورنا والرفع جمع عدد سقال كي ينقر ليهين يكون مقنيس هذا ترى بلوير ترتيبية ما دام دار قدني يتدمد إسكو وافقين رواية الشعبة إن موقوفتها أيدين دينه ضد أنت الله الدولة لكن نك اللي الشعبة وحوها وقاف مرك قاركود حدك سوى مرفوعة كاستاجة سقال وذا مالا يتضبع سبع شعبة كوريسة إم زوي لح يتبون وداد لحية تبون وداد سفيان كدر تضبيه تبون وداد ميان وركو ذقى ذنا مسا لبو وداد ميلة يصدح شنطة ميان رعنا ده وصدح يا لبون زم هادي
شعبة حقي علي بن جعد يا وكيع يا وحاس عدي يا داود طيالسي صدح حق منصور اللبا يا سعوتي ابو الاحوص يو جرير شنطة يا تضوي تبن وداد كين الله صحن عقلي بوح لغو دراي موقت وهم يرو او قال هادو ايس الصحانة سدي توم بين نقونيان وذلك محمد حسن حيدر اليمني نزة الباب في قول التنمية في الباب مركم مرة يحديك كهلا يوحي لي أبو عامر العقد با كجرة وأصونا الرفعي عن سفيان أبو عامر العقد عفوا عن منصور يوحسى أي عن سفيان عفوا يوحسى بصدي وننك اللي طيالي سيبامك وحديك سوى موقفه وريوحوليه يهي ورفعه وروى الحديث مرفوعا أبو عامر عن سفيان عن الحكم إلى آخره أبو عامر كاس وحوقات وذات كان يمرق إنه يهي أبو عامر العقد عبد الملك بن هشام بوقاتي صحنا معها أنا نقضي لأن أبو عامر وأكون يدي قبيسوي قبيسوي من عقبة الراوي عن سفيان الثوري أبو عامر ليد هذا رواية أبو عامر العقد وان واي مركا ننكا إنه ينمي لي هذا نقضي إنه أبو عامر العقد ينوصو بيرو رقى سفيان كرف عيئمين أمسين قريا صدح عبد الرزاق قبيسة يا أبو عمرو العقد بن نقنية المهم تضوي تبون وداد يا شن قال الله يتقاناي مسلم باكو قال له مسلم وحاتا قال حديث كونه مرفوعيه محفوظا المحفوظ الرفع الترمذي في جامعه كفيريه وحاتا قال أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم وحاتا قال أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم وفي الحلية هنا بقى ويبا تاجرسن او لبد الروايه انتو كان حديثه هو صحيح ثابت في شرح السنه مسلم يا دار قدن مثلا ما كلا فيرو انت كليه مسلم باكو قر له قرينا الله باكو درسو ومسلم هو قر له حديث كان لا يقال بالراي والاجتهاد حتى دوداته دم بمران مساله عكس النقط او تضوي تبنك رفع وقفيان شنتنا الرفعيان شنت الرفع سبع قرله بالدليل هذا ليس مما يقال بالرأي والقياس والاجتهاد معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة وفرس هذا حكمك وعدك كجرة هي تقييدك هي توقيفك وقتك هي ماشي ضعيس هي ترد عددك ما هو السحابك اجتهادك كرا مسوى علم اللي قورنها يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلم اللي قورنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال مما لا يقال بالرفع مرك حديثك حتى هضون موقوف رواية فهو مرفوع حكما لكن ما صلمي لأنه حكما والرواية ومرفوع حديثكم قرينا صدحاتكم درسوا وأه قرينا صدحات وحكم وركيسة ننك اللي اسكم من رافع اللي اسكم خلاف وحوري فما تركتهن بعد ما لين كان حديث كأول وحي كده ولي كما تقول ما هل هذا الاجتهاد والسحابي ليه أو موقف والرأي أو قياس كو إيمانية ميو تابعة ما أتبعوا التابعين الكبار كنا في بحية إلى قيام الساعة قرائنتك وتصيص حديثك إنه مرفوعي هاي بنان كي تالا إذن رواية الرفع بها صحة دار قدن هوشا سواكو خلدمي قابكو اوغا جوابي نوونا قيبنا ويسحنتا قيبنا وحوقو فرباكو قدن قابكو اوغا جوابو لي هاي مسألة هذا عكس ويبولو قليها الرفعي وكبضا كو وقفي ورنتي تاوى صح لكن إنو إلى هذا الرفعي وقف إسخلافان هذي يقروا حال الرجحاء رفعي وانا طريقة الجمهور المحدثين والأسوليين والفقهاء والمتكلمين تاسع ماه نقدي كان يدور على القرائن اي كد الورقاء اي كل بو حكوم موقدا ترى انا هدان ايغنو حفظ هدان ايغنو هدان ايغنو كلمه اي حديث اسكي انو فيرن ما شيء لو اجتهاد كرو عقل يا مسكح لو كيني كرا مسوا شيء اثر مرفوع نعم حنا لغا ورينيو اي حكم كو قات حكم دينو فيرنو انت وحوي فلكو مسلم سميه با صحن
ولذلك يكيني ليدل على أنه إنه حديث مرفوع وصحيح جمعنا وقوافقين دار قدنا هوشة وحكو تاقر حتى محققين تدن بها ضوح قرقرة وح تاقر وقمن مارك هل وذات بارك يولي دار قدنا وصحية أصدوى أن نسك التقليدية لكن نقضي حديثة مكينين إن دان كقدتوا وحان اللو بحافن حجر حافن حجر كتاب نتاج الأفكار في تخريج حديث الأذكار حديث واكه اللي رقم بضن كود قيمها بنا سقى كفى إذا يسمى سقى كيني رواياتك روايات سليمان بن حرب عفان مسلم الصفاري نينك اللي يزيد هارون الواسط ورقوا العلوسة سقى كيني كتب أتري بسندي بكوري حديث كانوا مرفوعية وحكومي والوكالة ضريرة إذن حديث كاني لا علة له أما اجتهادك إمام أبو الحسن الدارقطني فقد أخطأ فله أجر واحد مسلم له أجران ناد فانتين بن ملينية حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سليم نبي صالح عن أبي عبيد المدحجي حي بمقعي سلي هذا حي دعاء سي ودعاء قيمة بدنا هل جوكتيو هل لغو ورديو إله هل لغو حسو إذن كي ربقين يا لورد عين قال مسلم حول أبو عبيد ميا ربطة مولى سليمان ابن عبد الملك وحاجبه هو بقر كي ربنا ومية سليمان عبد الملك نينو حريو أضانو هاج واجد من حاجب وارديو أهوي عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من صبح الله إله الروح حصاه عفو إلهي الروحي نزها في دبر كل صلاة صلاة البقداش دبر ما يقول الدبر نوال آخرية أهل اللغوه الدبر كي تعليه وديلك لكل ربا الله الرهيب في دبر كل صلاة صلاة البقداش 33 صدني صدح شير وحمد الله إلهي مهادية 33 وكبر الله إلهي وينيو الله أكبر 33 فتلك 99 وصقاشني السقال سبحان الله يصدني صدحه الحمد لله يصدني صدحه الله أكبر وصدني صدحه سقاشني السقا وقال يده هذا قدرة تمام المئة بقول لما يستركي بقول بحسن كير راعيوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ذنوب تسال الضافة يقفيال كسال الضافة وإن كانت هبقى حق الترضي فربنا مثل زبد البحر بدا أبورك يدي حنبضي ذو كلبها النقطة وإن كانت مثل زبد البحر حدثنا محمد بن صباح الدولابي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسد عن سهيل بن صالح يعني إسماعيل بن زكريا من المتابعي وذاتك سهيل أدك قال أن يكون وها قال ابن عبد الله اللي واسطي ينتصر أنه فائدين إياه أنا بعبيد المدن هذا أنه مرني حاجبك موليه سليمان عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي فذكر إسماعيل بمثل حديث خالد بن أجيدة حديث خالد هذا مر يسونه كله أيه الشيغي يدعو عدنا هذا وقيمنا وصومرتين هذا وحاد من إن لقو قاب صدو إن لقو قاب صدو سقاشن سقال كان ويصور وطوين بضنبا إله بن حالي صومر إني يهبين كهريبا هذا وين مري إن الراعي كلمة التوحيد كلغو ختمه بقول لك قد كان ويسوره طلب دبا مد والبنا وحي وحي له أجر جونية مد أنا هذا وحال صعود مركز سقاشني سقال كحده التوحيد كلغو ختمته غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حنبض يا أبورك بضبا أبورك اللوج يا لقى يا لو عرف لو قلت وحال بد به هذا لقوا ذا بضو حنبض ويرتاه لأنه مقام كديدة زبد البحر بض أبورك هذا يحنبض هذا أبرنت هذا على قوة بيه هذا بض بيه هذا دم يصلى كذا وغايو إلهي سبحانه وتعالى نود من داف مسألة مهمة وخطرة هل كان كجرته أو فروع العقائد المختلف فيها ماشي المحا كجرة غفرت خطاياه سبحان الله إنك صدني صدح جريرات والحمد لله صدني صدح جريرات والله أكبر صدني صدح جرير هذا كلمة التوحيد كو ختمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ذنوبتي سبع على دافها يا أنت يدونها لا كاتل إذا ذنوبت لو دافة يا عماشة صالحة وذنوبتي مسألة خلافية
عمل صالحا أو قيمة بدأ أما ذكري أما توحيد أما صدق أما صلاة أما جمعية جماعة أما صون أما ليتقرأت كهب ستاء أما حجة سفع أم حج داء وحاصل أعمال صالحة سكو صدر دنوبت أعماش صصوبا لغرة فوا دنوبت أي نوب سب رب حن وحالنا مرك كوبات مسلمين توحي كو إجماعين دنبقوا أما صغيرة هالنقضة أما كبيرة هالنقضة إن لقوا لقطوبة كينو على الفور وإجمع دنبقوا أما هيا راو أما هوا ينادو إن سيدك دقا مركو كارد عبا لقطوبة كينتو وواجب فرض عين هذا دب أسري دكتنا ودنب اللباب دنب صغيرة كارد عي إسلام مركا إنات قطوبة كينتو وذي الله النقطة وشي واجب فرض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كبير يا صغير ما كان لقاه الله أيه أيقون باك خطر سن مويني حقك توبت كيندو مدبوب وواجب كسانو فرض عينه دبنا أودي كنو هل سكن الدقيقو دب هذا أودي كتو دم بيجنا ودم بي دب دو كنا ودم بلا بعض إن دب أودي كتو كتوبت كيندو ودم بي أصغي سماين تطمئن سنة وادم بي تاوى قضب قضب كاللباد مركا دبقلس كا وحاوي صغائر تمحيك قد وانتا كغائرتا دنوبتا صغائرتا وحيك قد وانتا إذا وضان كتبت كين باع ماشا صالحة للغنافية اتق الله حيث ما كنت حديث الأربعين وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذنوبت الصغائر تيرير كصلاة سفع نتكتي صدقاء المسكين سيسي ويسق منه سفع نتكتي يعني خير عمل صالح وصمي سي يا إلهي كوكونا فيا ذنوبت يريريت قرآن كنو وعدي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إذن تاسنوا قضب لباد قضب كصدحا دنوب تواوين كبائرتا أيقو هدي لغا توبت كينو توب شروع دي دي أوف ستاي وحلب ربك أقبهنا الله تميد وتكش الله يتوطي أذق أن ستدب من أغن قلن إلى هاي سودي بتي توبة النصوحة توبة إلى الله توبة النصوحة اللي سكوا جاية توبة النصوحة الله تمادو دم بي كبير ذاها إن لقعد فهي قطعا وجمهور أهل العلم شري قبان جمهور أهل العلم وحي قبان هذا دم بي كبير ذاها إلى أغط توبة كنت أنت لمنين توبة إلى هو كا أقبل إياه وهو الذي يقبل توبة عن عباده وأنا لازم إلى إنه كاردا فأسق أنا إسسارة أنا قمان نصاريوي أظن مصاري كرو وهذا رأي جمهوري أهل العلم قل يا وحي إليه إن دم كبير ده سوى البعض أغطبت كينتو وضوح البؤها جاكس وضفتورها بحسب بقول كي بقول سيد ربا أغطبت كينتو إنه رب كوردا فو يونس كوردا فن أسق أطالا معايا إلى تحت مشيئة الله وي بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء نوح علينا لمن يشاء كسر ريب طائبك ولا كسر ريبيا وليها جمهور طوحيلين طائبك ولا كسر معايا والطائب من الذنب كما لا ذنب لها سوى فجيه قرآن كي يصنى ألمهم جمهور مالبا يكون في توائف فانتين وذا دانو حينهم ولي تحت المشيئة طاي قضب كأفراد إيسو الرعا وحاوي دنب وينو كبيرا أدون كتوبت كين عمل صالح واللتي من ملغو دافايا وكان هذا خلافك أن خلافك أنت قبل هذا ندب أن نقضي إن نسلف أن ربا باشا تبتت أن إسلت الله بقادم كبير من الكبائر زنا تقول دعوي خمر عبتي يعني دم بوين بقول عضي
أظن دمبي كتبت كينين عبادة كلو وناكسن وطميسو قيمة بضان دمبي ملغو رفاهية. جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة وحقيقة مايا مايا دمبي هدو كبيرية إلى كتبت كين تمويه أطفرها تاكتو أطفرها اللابتو إلى سودي تمويه حتى طوبت قد لقاعد غيسن ما يلي وإنه إله يو إذا بدرد ما لدعا سبي ربي وضاع قف الرحيم إضاف برضا ما قلنا قلنا هاي بلا ما قاضي وذكو قوم يسو كش الله يتوتود اللي انت دوكتود اسميرته مركان بالغو دافية دنب كبير من الكبائر با توبت لان رضافة هاي مجرتين هذه ومحاجرة كلا يعرف آيات القرآن سورة النساء دان شئ مري إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نكفر كم يجب تكبائر بيد الميش حديث في الصحيح القريزة عن كها صلاة شنت لتكذو والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر عمل كقية بدل محيي الجمهور صلاة شنت مسيد اللي تكذو جمعة ولا آذو رمضان رمضان لغسمه وحل بول توسي وحل دافايا صغائر تدحيسي اذا اجتنبت الكبائر هذه دروبته واوين لغفغادو حديث كلف الصحيح روح المسلم ويس قبا سو ويسيستا كدبنا سو لغيا صلاه شنت صلاه تكدا نيه اي خشوع كتكدا وحل لو دافايا دروبتي سو دن ما لم يؤتي كبيره رواية كلام ما لم تغش الكبائر أدل ليس أوضل لنا عرق وأنا وأدل القرآن كرنبا ومراتك عي سنة ورنبا جمهور حيد أن دنبي وين وكبيرا لا يغفر إلا لا بتوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا وحلقه وضا بالتوبة شركي أنا مركة توبة والغو دافايا كبيرا والغو دافايا ما شركي مركة كوكالا دوين كبيرة من الكبائر وكل دوين شركو أسوق الله دافي ما إلى الله غطوبة كيرو هذا كل ما تنا تحت المشيئة متي هيدي نربك وقواحي خيارك لكم مفر جهنم اللقاء حاضر ميا سيدي الزمالك يجري هبلو الديوان مكلمة شغلة جنضا إنو بلانا يجري دان إسرك وينو شذا المطنطان كهوري نبوري عم يا مسحية مسو خلدية حده بلو هدوان كلام مشغول إسرك وين أدونك إن شاء الله تعجنا ذا إنه بلنا بوري متك كلا دقائق هاي كيو حده هدان جنا ذا إسكو إرك ويننا نك جن لجوا حق يجرا وحده هدي جنا لجوا إيه شذا المطنطو أيام كهوري نبوري كبيرة من الكبائر يشرك فرق لا سود حي أظن كتبت كنا ذات كبيرة كل ما تو إلى هينو كعافينا وعليها هينو كوع عقابنا وعليها إن لقو ميزان وميزان موازنة بين حسو سيئات نواليها قول يا أبا مشي هذا اللفتر كذا كوفة سرية موازنة هذا كوفة سرية أو شهادة سيق المعي قول يا كلا وحيليهن حتى كبيرة من الكبائر إن حق بن آدم بقى يتهيم مويين هذا حق الله ما حد أتهي كبيرا من الكبار وحلو ضعف كرا مرقا قاركود عمل صالح وقيام بدون الله تمت رأي ابن عبد البر وحيدي ومذهب المرجئة آد بو عجل صدي مركو بحث كديري وأدليل دلدلي يوحول هادي وذات عصر أنا كتشوغا وسموحا ليه لهين كم مشغولين بو لكن حيوكل لفين باسكا الله مركز أنكو قصبنا إنا عير صدو نكو شيء وأردقي سيم نحزم وي وأجر موطع مرها يوان أم ملايين من حزم بها لكن ما أرجو عدي إنه رجب بكو عدي وعنا بذلك ابن حزم أيو يروحون نكو قلها ينا من حزم وي إنه رجب بهاوشة كله في تعرف ككتاب كيسة جامع العلوم والحكم حديث ك سديد يتبناد مركو شرحه وحديث كاد عن شيء يتق الله حيث ما كنت كفري طائفة مركة ابن حسن مكمدي هاي وقبله آل إمام من منذر أبو بكر محمد إبراهيم من منذر نيسابوري
كتابك إشرافك يوصنا كل شيء أولي هاي ليلة القدر إنك الله وافتي أعماشا استاغا قام فيها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دوما ولو كان كبيرة دونها النقوة وأسرعها يا نبي قايضا ابن حزم ابن منذر يا جماعة كنت قال الكاس رأينا ورقوا يدي ابن عبد البر ها ومذهب المرجع وحول وأنا مخالف لإجماع المسلمين وأنا مخالف بقول لإجماع المسلمين قضية سنة فانتين بنو ملاني حديث كمرك الكاس واستقاهية على رأي الجمهور وحنكو فسر إن غفر خطاياه أي الصغائر غفر خطاياه قف كيسيب على يا لدافي أي الصغائر وإن كانت مثل زبد البحر رأي غانم ابن منذر ابن حزم يا جماعة لو تري نوعان لنا هاي ولو كانت خطاياه صغائر وكبائر هذيتي حقوق الله خاص كتاي ولا دافاي رأيك الجمهور تأد بوقر حسين أد الله حق حق بدن بولايا رأيك ابن منذر ابن حزمنا ما تبر بطنه هذي لبضه بس يهين وما لق لق دين بق وانكفر عن الله لكن إن رجب وحجري وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وهو مذهب طائفة لبقر بسعلي رأي هذا قيام بضم بوله ابن تيمية ابن القيم ومرك الله في ريو ما لقى مرة الله لبدأ وذ مره ده كده جاء وعسكر عن ولي مسألة علم وشرع وأذك تاين لقى نقاشيو عليه جمهور تصير باش برتو يقول نصح معه وإن لا يدا هذا كبير من الكبائر ولي يدبن لقى دافن إلى كتوبة كينتو سحما إنسان الله يطلق إيه إن لا يداهدو كبائر تأذون كتبت كنن بالأعمال الصالحة اللي قلنا في سيد صغائرتنا سحما ابن حزم يورك من منذر سحما مع صحة علماء الله شيخ زم حولي هاي أعمال الصالحة هذا أبركوت قد إن اللي قلنا في الله أركا قد وربما إن اللي قلنا فيه كبير من الكبائر وهذا لا يستلزم الاضطراد به. إن أنا هنا كبيرة والبا عمل صالح وقيام بضم بالغدا فايا أما الأعمال الصالحة كبائر يباب بإنيسا وخطب لشرعين كور من إيسا لكن عمل صالح والله تمد عمل كاس وتهاولك لي إخلاص يصدق يقين يعبدي يخشوع وحال غيابة عملك صالحة إنه كان كبير إلا غنف أدلي دليل شدين وركو ذا أدبو حق بدن يعني وحيدا ذين سوق بحديثك صحيحينك هوانا يدل ليستا يا وحي من بني إسرائيل وحي صومرتي عيل ويكعبتي صاد يوصف بحضي أرقتي إي أون درتي عربت الدعدي لدعا هيا خفين كي قبتي كبيه بوت كي قبتي انتي اسكسيبتي أو يصير الليل كي وذا أنت بيوصل درتي ورابس أي تيقولنا حريص تود دنقتي حديثك صحيح كم عوها إلهي بوجود دم الدافع نين مسلمة أي عمر أي كرتون أما الآن مسلمين تجد ككل بيسا فاسي تجد بنت سوقة تبي جيت كمسلمين تكجوي إلهي بوجود دم الدافع سيدنا عثمان بعمل صالح وين ليمد وحاله إذا ما ضر عثمانه ما فعل بعد اليوم أهل بدر بأعمالي من خير بدن اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وحولي هاي الشيخ يا أرضي يوسف عملك صالحا معها واحد لقد في كبيرة إيه وواحد بري قنطالي الراعي عمل صالح والله تمد بوحا وعليه إنان أذية عبدي يا جامع ما اسكو صلاة كان عشاء من أفر ركعة دوت اسكو قرآن بآخرنا إياه نينا هل مليون درجة لغاسي نينا وحا لغاسي نيا بقول نينا وحو اللوغو قرم ما هيو واجبكم بالغة غير هذي إيش الفارق رقم حاكا لدوي
qalbiga ruuxan waxaa ku jiray iimaan iyo khushuuc iyo yaqiin iyo alla isku dhiibid iyo isbahaan bihin inuu dilaaco qarxu taagan yahay marqaanka iyo meeshu maraya alla jacaylka iyo jubbada haysa midna waa la tukadaa iska tukaya hamaamsibawaawsh meesha ka wadaa. Nabigu muxuu yidhi waladii nafsu muxamedin biyadihi war asxaabtadi iidaay oo faraha ka qaada midkiin hadduu bixiyo saxaabadeeda waxaa laga hadlayaa halgantay qabla xudaybiya iyo qabla alfatxi garanaysaan midkiin buurta uxud oo dahaba hadduu bixiyo oo sadaqo ilaahay dirta u bixiyo halmud ama niskii oo shaciir oo qamadoy saxaabadu bixiyeen ma gaari kartaan. Ish alfaariq ikhlaaskoodii iyo sidqigoodii iyo iimaankoodii iyo xilliga nabiga raaceen ilaahayna doorteen bini aadan oo dhanna ay gaashaanka u daruureen ayaan wax loo dhiga la arkayn. Saa darteed waxay dhihiin saxaabada taabiciintu dhahdeen abuubakar asidiiq dadka muxuu ku dhaafay kama qur-aan akhris badnayn saxaabada kama cibaada badnayn laakinahu shay-un waqara fii qalbi biilaadee yaqiin iyo sidqi. Saxaabada ninku u cuslaa bacda abuubakar maalinku nabiga nabi allow see waa sida hawshu seen quraysh kugu dhiibaynaa miyaan xaq ku taagnayn limaada nucti daniyata fii diinina baasha maanu galka kala baxano. Jawaabtu bixiyay abuubakar waxay waafaday tii nabi maxamed in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum camalka suuradiisa kore ilaahay ma eegaye waxa ku ladhan ee hoosta kaga nicmaysan ayaa wax kala saaraya. Daliil xoog badan buu imaamku keenay oo khatar ah oon meel laga mara lahay. Xadiidka saxiix aad garanaysaan addoon baa aakhara imanaya waa la xisaabin bugaagti baa loo kala bixin dunuubtoo dhan baa carrada ka badan waxaanoo dembi ah addoommahdii malaa'igta markay qoreen miyay ku dulmeen mise kulli waa samays ilaah waan sameeyey dhammaan wax khaladaa ku jira maya wax walba waa sax kulli waxaanaan sameeyey maruu iska samray oo uu leeyahay waxa uun lagu kaxayn shidaal ma weydo yaa ilaahay leeyahay xasaraan kuu haynaa annagu maxay tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah baa kafadan la saari wixii dunuub oo dhan baa kafadan la saari markaasaa kor loo diraayaa dunuubtii kafadii laa ilaaha ila allah baana xoog badnaanaysa. Sheekh Zam wuxuu ku leeyahay ruux walba oo muslim ah oo naar la gelinayo ama naar gelaya adduunka markuu joogay markuu dhimanayo laa ilaaha illa muhammadur rasuulullah waa yidhi addoonkana waa yidhi maxaa kala duway ma ruux muslim oo naar galay oon ku waaraynin naarta oo aan tawxiisan jirin baa jira. Hadday laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wax walba kor u qaadayso meel ay ku timaada ku yimaadaanba hal ruux muslima naar ma galeen. Wadaadkan asaga tawxiidkiisii maxaa wixii oo dhan buu u fufuuqsaday? Sheekhu wuxuu limaa waqara fii qalbihi markuu odhanayo kelimadaas bisidqin wayaqiinin qawiya wakhuduucin waikhlaasin wamuraaqabatin wakhashyatin buu ku yidhi. Adiguna waxaad ku odhan jirtay si un waa la yidhaahdaa iska tawxiidsa ah ama iska yar daciifa ama istikfaaru yaxtaaju ilaa istikfaarin oo kale ah waxa lagu kala tegay baa sidaa ah. Walidaalika ay salafku yidhaahdeen saxaabadu jumlatan wa acyaanan axad walbo ka dambeeyay ka fadli badan yihiin. Axad walbo saxaabada ka mid a iyo nin walbo fadli badan oo gadaal ka yimid oo taabiciin iyo atbaacu taabiciina haddii saxaaba iyo laisbarba dhigay inta kalena saxaabada ka fadli badan haddii ninin laskugu beegana saxaabiga ka fadli maxaa yeelay hal maayo nabi maxamed uu adeegaa wax walba ka khayr badan hal duulaanu nabiga uu raacay oo habaas ilaahay dirti uga nabigana u gargaara ka wax walba ka xoog badan camalku wuxuu ku qiimaysan yahay asaasku ku dhisan yahay matay mise maaha asaaska iyo iimaanku ka duulayo iyo yaqiintu ka duulayo iyo kalsoonida iyo quwada iimaanku wax ku salaysan yahay. Walidaalika waa inaga soo maraynay sabaqa dirhamun alfa dirhamin hal diinaarba wuxuu ka khayr badan karaa kun diinaarood bixiso maxaa yeelay
نبي وحوري وحاجر الدين كخير بدن صدقة ذا أنا إسك إتوصل طايو وح إسكوك أدنى كده إسك بحيو بيل كديبي أو حيو أنكوف شيء ملا أنكوف الفويا نهايستا يا ترى هذا بالطبع كان كون إسك فيري وأنا إسك قال حتى هذا قوم مرقام خير الله كوسي جزاك الله خير وح خير بدن ما بحزر الله كوسي حيو الناس كوك قبني لكن أنا إجت الله أنا حلي بعشرين إنسان كان يجوي زي قرعدي أيات كونش اللي يديب تي ديز بايجا إيمانية كون كاسم حكوف اللي بدني هاي طبعا كشلي عملك وحقوقي ميزية علماء الله يمحني دي حلقة يروح كإيمانية يإيمانك وكفر دي وكسف فلي شيخ الإسلام الرحولي هي عمل صالحة أو أركان تأن شيء وكفر دي يوحوا إليه كل دافع فكرة كبائر ورك الشغل الإسلام وقوي حول وبه تجتمع الأدلة الأدلة رمبا يا هل كاسك كل مكرتا رأي جمهورتنا قيب كتجه هيا وكبائر لو قلنا في عمل صالح شرع هذا كويمد نمان كباشي كبائر الصغار سميل مريه يمرجع ويرمع البرنا يبون واش واخر ربين هولها جمهور حيدا وحاصل صعون ميسن ميل جاية ومن لم يطب فأولئك هم الظالمون آيات داس آيات علسوي نين كان كبير كتبت كينين فأولئك هم الظالمون المهم رأيك أنا شاوسنا من تيمية أيا إلى حب لأن آيات دحوانيا وعام وخصيصينا ومن لم يطب فأولئك هم الظالمون وعام أدل لذن كلام كو خصيصينا وأنا كل منا إن دفانتين برمنا إن درس معاون تسوكوغي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم.